جنائز لا أحزى إذا تطلعت إلى جميع وصاياك، حينئذ لا أحزى إذا تطلعت إلى جميع وصاياك. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده من برنامجنا ايه في حكايه. وزي ما اتفقنا مكملين مع بعض في المزمور 118 او 119 اللي بنسميه المزمور الكبير، بنصليه في نص الليل. كنا اتفقنا في اول مره اتكلمنا عنه ان يا ريت لو نقدر نصلي منه قطعتين ثلاثه كل يوم، هتبقى حاجه جميله وتدقوها وتتمتعوا بكلام الله فيها. وآيتنا النهاردة هي في عدد 6 من مزمور دوت، اللي بيقول فيها داود النبي: لا أخزى إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك. والجميل في الآية ديت إزاي أن داود النبي بيهتم بأنه يفحص عن جميع وصايا الله، يعني مش بينفذ وصية ويسيب التانية، أو يقول دي مش ليا ودي ليا، أو دي بتاعت زمان ودي بتاعت النهاردة، لكن يفحص عن جميع وصايا الله، يقول له لا أخزى إذا تطلعت على جميع وصاياك. طيب إيه الفكرة؟ إزاي إنك لا تخزى؟ يعني لما تتطلع على وصايا الله، لما تعيش وصايا الله، ليه لا تخزى؟ لا تخزى لأنك بتقدم الطاعة. أكلمكم النهاردة عن موضوع الطاعة للوصية دي. الآباء يعلمونا جملة جميلة، يقولوا الطاعة تخلي المسؤولية. يعني لما أنا أطيع كلام اللي أكبر مني، أنا كأني بخلي مسؤوليتي أنا، يبقى هو اللي مسؤول. فما بالكم لما أطيع الله، يبقى هو اللي مسؤول عن خلاصي، هو اللي مسؤول عن أنه يوصلني للسماء. فالطاعة تخلي المسؤولية، ولكن الطاعة دي عمل مش سهل، ده عمل تقيل وصعب ويحتاج جهاد. لان الواحد فينا غالبا لما بيطيع حاجة ممكن تكون ضد ارادته الشخصية. يعني واحد شتمني مثلا، الطبيعي ان انا ما احبوش، يجي يسوع يقول لي حبه، فانا هنا عشان اطيع بجاهد علشان اقدر انفذ الوصية. ولكن اول فكرة في الطاعة هي الجهاد، انك تنفذ وانت بتجاهد، يعني بتغصب نفسك على عمل، لأنك بتفكر إزاي ترضي الله مش ترضي نفسك. حاجة تاني في الطاعة هي الطاعة في السلوك، يعني لازم سلوكي يتغير حسب وصية ربنا. وصية ربنا دي تبقى عاملة زي البوصلة اللي بتوجهني، امشي يمين امشي شمال، هنا تقف هنا تكمل. يبقى كلمة ربنا دي تغير سلوكي. ما ينفعش أبقى أقرأ الإنجيل وأروح الكنيسة وأعترف وأتناول وصوم وحياتي هي مش بتتغير، سلوكياتي هي وأقول أصلي أنا طبعي كده. كلمة ربنا تغير طبعي، ده تغير زي ما غيرت أنبا موسى الأسود، زي ما غيرت مريم القبطية، زي ما غيرت أغسطينوس. كلمة ربنا تغير سلوكي. الحاجة الثالثة في الطاعة، لازم تكون طاعة كاملة من القلب. يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا واحد يعمل حاجة، يكون والدي قال لي وصية، أو الرئيس بتاعي في عملي أو قال لي وصية وبعدين أعملها، فييجوا يقولوا لي أنت عملت كده ليه؟ أقول لهم أنا مالي، هو اللي قال، اتفاهموا معاه. يعني كأني الطاعة دي طاعة شكلية مش طاعة. منين؟ من القلب. لكن الطاعة الكاملة تكون طاعة منين؟ من القلب. إن أنا بسمع الكلام من قلبي، أنا فرحان أني بسمع كلام ربنا. ودي تقودني لنقطة تانية في الطاعة، هي الثقة في نعمة ربنا. الطاعة لازم يكون معاها ثقة فإن ربنا بنعمته هيقويني وهينجح الطريق، حتى لو أنا مش شايف أنا ماشي فين. يعني هو ربنا لما قال لموسى مثلا، ورا فرعون وقدامه المية، قال له اضرب البحر بتاعك، البحر اللي قدامك بالعصاية. ايه ده؟ طب تعمل ايه دي يا رب؟ لكن موسى ما فكرش كده، على طول مسك العصاية، وهنا هو عنده ثقة في نعمة الله، ضرب البحر، انشق البحر نصين، وعدى موسى وكل بني اسرائيل. وبعدين كررها تاني، اضرب البحر يرجع المية، فضرب البحر فغرق فرعون وكل مركباته. دي اللي اسمها ايه؟ الثقة.
الطاعة لازم يكون معاها ثقة في نعمة ربنا. ممكن أكون مش شايف، ممكن أكون مش فاهم، لكن هو يسوع ربنا قال لي كده يبقى أنا لازم أعمل كده، حتى لو كل العالم ومبادئه حواليا بتقول عكس كده. كتير مبادئ العالم تكون ضد أفكار الله، لكن إحنا نطيع كلمة الله حتى لو كانت ضد أفكار العالم. عشان كده البابا شنودة في القصيدة الجميلة بتاعت هوذا الثوب خذيه قال سأطيع الله حتى لو أطعت الله وحدي. القديس أثناسيوس الرسولي قال نفس الكلمة، قال لولو ضد العالم ضدك، قال وأنا ضد العالم، مش بقوته الخاصة ولكن في ثقته في نعمة ربنا. بعد كده بقى الطاعة تقودني إيه؟ تقودني للفرح وتقودني للسماء وتقودني للتسبيح. عشان كده نقول لربنا النهاردة حينئذ لا أخزى أبدا يا رب إذا تطلعت على جميع وصاياك. كل مرة وانتم طيبين، ربنا المجد دائما أبديا. آمين.